شقت أبو ظبي طريقها لتبدأ مسيرتها بطموح وإرادة. حينها كان الناس يجتازون المسافات الطويلة وينتظرون انحسار مياه الساحل عند قلعة المقطع قبل أن يتجهوا نحو جزيرة الفرص الواعدة أبو ظبي. ومع تدفق الفرص الاستثمارية بدأ الشيخ زايد رحمه الله ببناء جسر المقطع الذي حول أبو ظبي إلى وجهة تجارية تنبض بالحيوية والازدهار. ومن بين قصص النجاح برزت شركة أبو ظبي للموانئ بمشروع حضاري رائع، ميناء خليفة الشبه آلي والمجهز ببنى تحتية فائقة الجودة، مكنت من تقليص وقت دوران الشاحنة في الميناء إلى 12 دقيقة فقط، وحقيقة بذلك رقماً قياسياً عالمياً. ولكي نغتنم أهم الفرص الجديدة في السوق العالمية، توصلنا إلى فكرة جسر من نوع آخر. في الوقت الحالي ولتخليص البضائع يتعين على مستلمي الشحنات القيام بمعاملات عديدة في أقسام شتى، من ملء الاستمارات إلى دفع الرسوم وغيرها، بينما تدير السلطات عملياتها باستخدام أنظمتها الخاصة بمعزل عنهم، مما يجعل العملية أكثر تعقيداً وأقل كفاءة. وعليه ابتكرت شركة أبو ظبي للموانئ حلاً إلكترونياً ذكياً يتيح لجميع الأطراف التواصل عبر نظام موحد أطلقنا عليه اسم بوابة المقطع، وهو نظام آمن بمعايير عالمية معتمدة يسهل عمليات الاستيراد والتصدير بسرعة وكفاءة. فعلى سبيل المثال، لنفرض أن هناك شحنة على إحدى الناقلات البحرية في ميناء برازيل، ينتظر استلامها أحد محلات السوبر ماركت في أبو ظبي. يقوم عملاء التخليص بإرسال وثائق الشحن إلى نظام بوابة المقطع للإعلام عن قدوم السفينة، مع شرح طبيعة الحمولة وكميتها وكيفية تفريغها في الميناء ووسائل النقل المطلوبة لنقلها نحو المحطة النهائية للمستورد. يرسل النظام هذه التفاصيل للمصدر والمستورد وشركات الشحن والنقل والجهات الأخرى، حيث تستطيع هذه الأطراف المعنية متابعة حركة البضاعة وموقعها بشكل آلي عبر بوابة المقطع. ومع وصول السفينة إلى ميناء خليفة يتم توضيح كل مرحلة بشكل فوري. فمثلاً لو طلبت سلطات التفتيش إجراء الفحص الدوري، يظهر على شاشة المستخدم ما يفيد بسير عملية التفتيش ومن ثم إتمامها. كذلك الحال بالنسبة لإجراءات الجمارك التي تراجع كافة المعلومات وفق الأصول المرعية، بينما يعلم الشاحنات وغيرها من وسائل النقل بموعد استلام الحاويات، بالمقابل يخبر السلطات بموعد وصول الشاحنات حسب الجدول المتبع. وفي النهاية تصل الشحنات المعنية إلى المستورد ويتم إشعار جميع الأطراف بإتمام العملية بنجاح. لقد شهدت مثل هذه النظم نجاحاً ملموساً عند تطبيقها في كبرى موانئ العالم، فهي تقلل وقت الإجراءات مما يعني زيادة الإنتاجية وكفاءة استخدام الموارد البشرية. ولا شك أن بوابة المقطع ستحقق النجاح المنشود بتعاون مشترك بين جميع الجهات. معاً نرتقي بأعمال أبو ظبي لتكون في الصدارة، معا نرتقي بقطاع النقل لتعزيز اقتصادنا ومواطنينا، معا نمضي نحو 2030 بعزم واقتدار.